السلام عليكم. اهتزت صفحات الفيسبوك في الساعات الأخيرة بالحديث عن فتاة قيل أنها قامت بإنهاء حياة زوجها وأب أولادها بواسطة الأحد، وبينما كان الضحية يغط في نوم عميق في المسكن العائلي بحي بلوزداد بالجزائر العاصمة، راودت المتهمة والمدعوة إيمان فكرة التخلص من زوجها ثأرا لتعنيفها وتعريضها للضرب والتهديد بسبب جهاز كليماتيزور، أين عقدت المتهمة العزم على إنهاء حياتها فتناولت آلة حادة من الخزانة وبقيت واقفة أمام السرير تفكر في مصيرها ومصير أولادها الثلاثة القصر. المتهمة وبعد 30 دقيقة من التفكير قامت بتنفيذ فعلتها ولذت بالفرار واختبأت في العمارة المجاورة قبل أن تسلم نفسها للشرطة فيما توفي زوجها في رواق المنزل. القضية فتحتها محكمة الجناية اليوم، والتمس نائب العام تسليط عقوبة الإعدام على الفاعلة فيما جرت وقائعها شهر جويليا من السنة الماضية وهزت الرأي العام الجزائري آنذاك.